اكتشف الجمال. بهذا الشعار تشارك جورجيا في إكسبو دبي 2020، مشاركة تروي ثقافة الشعب وتقاليدهم وزيهم الرسمي وتطلعات البلاد وجمال الطبيعة. لغتها هي واحدة من أقدم لغات العالم، وظهرت في القرن الثالث قبل الميلاد. أما تضاريسها الجغرافية فساهمت في استقطاب 10 ملايين سائح سنوياً، فهي تعتبر حلقة وصل بين أوروبا الشرقية وغرب آسيا. واليوم تعد 7 دول العالم من حيث سهولة الأعمال وجلب الاستثمارات الخارجية، كما أن مستوى دخل الفرد في تصاعد مستمر في ظل نمو اقتصاد البلاد. درويش الطويل، سكاي نيوز عربية، إكسبو دبي 2020.